طب نشوف المؤتمر الصحفي. هي متخوف من علاء علي، متخوف متحفظ النهارده واقف، عشان كده ما زادش، عشان كده انا حتى عملت التغيير في الشوط الثاني، قلت احمد انت خليك في الجنب اليمين ورامي يخش وسط ملعب ديفندر، واحمد بيبقى عنده الجراءه، يعني احمد جريء، النوع الجريء، النوع اللي ما بيخافش، النوع اللي بيهاجم، النوع اللي يرجع بسرعه ويدافع. فدي كانت يمكن الحته الكويسه. ايضا سيد معوض يمكن موسى بعد ما خرج سيد معوض ابتدى برضه يشتغل جد في الجنب الشمال. فالامور كلها الحمد لله، يعني احنا برضه بقولت لك احنا بنهاجم، ولكن الاستعجال شويه في فرص ضايعه، كل واحد عايز يجيب جون وتلاقي اثنين ثلاثه رايحين على كره واحده، يعني اثنين ثلاثه رايحين على كره واحده. فدي يعني شيء غصب عن اللعيبه، وان شاء الله في الفتره القادمه يبقى احسن ان شاء الله. هو انا معاك، يعني انا معاك برضو زي ما قلت لك في بدايه الامر، ان انا يمكن مش عايز اغير في اداء وتكتيك الفرقه كده، اجي اعمل حاجه النهارده شاذه شويه، فانا مشيت بنفس هذا الاسلوب، وكان عمرو جمال وتحتيه يمكن موسى وتحتيه عبد الله وكان تحتيه تريزيجيه، فبادئ بواحد وثلاثة تحتيهم واثنين ديفندر، وابتدت الامور زي ما قلت لك ان احنا الشوط الاولاني ما كانش في حاجه النهارده تقدر تقلقك على الجول، لان الجناب ما اشتغلتش بالصوره الكويسه او الصوره اللي احنا نقدر نعمل منها فرص، او الحاجات العرضيه اللي نقدر نعملها فرص، بعكس الشوط الثاني ما حصل وتحسن الاداء والجناب ابتدى يشتغل، فيمكن فرص كانت كتير جدا جات لمهاجمي النادي الاهلي ولكنها ضاعت. يعني كابتن، الماتش الجاي مع الاتحاد الاسكندريه ولا بعده محله، فرص الاهلي في المربع زي ما تبقى صعبه شويه، خاصه الماتش الجاي بره تلعب في اتحاد اسكندريه، فشايف الفرص ازاي؟ لا انا شايف ان فرص النادي الاهلي ان شاء الله كويسه، ولاعيبه النادي الاهلي زي ما قلت لك عندنا لعيبه كويسه، وفي كيان لفرقه، وفي ايضا لعيبه عندها خبرات، ولعيبه ايضا عندها روح فانيلا الحمراء، فاذا اللعيبه بتشتغل بالخطر او بتحس بالخطوره لازم يعني مش عايز اقول لك هيبقى في انفجار بركاني للعيبه دي، اللي اللعيبه دي النهارده هتخش مربع الذهبي وهتخش بمنافسه بطوله الدوري ان شاء الله. يعني بالنسبه للفتره الجايه او المباريات الجايه، هل حضرتك انت بتقول انك مش راضي تشطر اي جديد على الطريقه او التشكيل اللي بيلعب بيها كابتن يوسف، هل في ماتش الاتحاد في اسكندريه بره الارض ممكن تدي فرصه لبعض اللعيبه زي احمد خيري بره خالص، زي لعيبه مثلا ما بتبقاش بتبتدي، هل في امكانيه ان يبقى احمد رؤوف موقوف النهارده؟ هل ده اصلا غياب احمد رؤوف اثر معايا النهارده؟ هو اي بص اي فرد كويس وهداف ياثر على فرقه، مش على فرقتي انا بس، ياثر على اي فرقه، واحنا متفقين ان احمد رؤوف لعب كويس، والفتره الاخيره مستواه الفني والبدني زاد قوي، وكان من اللعيبه المميزه في خط هجوم النادي الاهلي، فاحنا اي اضافه لعيب للفرقه ويحس ان هو النهارده بيكسب فرقتي وبيأدي الاداء المطلوب لفرقتي، فطبعا هيبقى اضافه للنادي الاهلي واضافه لفرقه النادي الاهلي. طب الاداء جيتوا، انا عارف انك لسه كابتن، يعني لسه اول ماتش ليك مع الفرقه ويا دوبك عملت تمرينه واحده بس مع الفريق، بس اداء جود، يعني جيتوا كابتن فتحي علامه استفهام كبيره، يعني في ناس كتير جدا شايفه ان مش ده مستوى جيتوا، او الناس كانت متوقعه ان عوده جيتوا تشيل فرقه النادي الاهلي، فجيتوا يعني ما عملش اي اضافه للنادي الاهلي من ساعه ما جيتوا، بخلاف ماتش الصور والهدف اللي جاب الصور الافريقي، فانت شايف السبب في انخفاض اداء جدو؟ بس انا يمكن عشان برضه ابقى صريح معاك، وانا امبارح اتكلمت مع جدو في الملعب. انا شفت حاجه انخفاضت بيه بعد التمرين كده في الاخر؟ اتكلمت في الملعب، يعني بقى جدو بيمر بظروف نفسيه. وطبعا اللعيبه لما بيمروا بظروف نفسيه ما بيبقاش يعني فاهم، ما بيبقاش بقى تحس ان هو بقى مقاتل وان هو عايز وان هو لا، هو بيمر بظروف نفسيه مأثره على ادائه، ولكن جدو عنده امكانيات هايله، امكانيات رائعه، امكانيات فعلا يبقى اضافه لهجوم النادي الاهلي، وده ان شاء الله اللي يمكن انا قلت له حتى بعد الماتش هقعد معاك وهنتكلم، اعرف بس انت ايه اللي جواك، يعني لان انت برضه نجم زي جده لازم تعرف ايه اللي جواه عشان تقدر تتعامل معاه وتقدر تشوفه وتقدر تديله الثقه ويبقى عنصر مهم ان شاء الله في هجوم النادي الاهلي. استعدادك لماتش الاتحاد السكندري، هتتمرن بكره على اتحاد اسكندريه امتى؟ احنا بكره ان شاء الله عندنا تمرين بعد صلاه العصر، وطبعا الناس اللي
للعبه هيبقى فيه تدريب خفيف وطبعا عمليه الاستشفاء. الناس اللي ما لعبتش ومجموعه الشباب اللي موجوده هيتمرنوا تمرينه كويسه، وان شاء الله عندنا يوم الاثنين وعندنا يوم الثلاث تمرين، وبعد التمرين ان شاء الله نسافر اسكندريه. عاشور بيشتكي منها كابتن؟ عاشور كدمه في الركبه. كابتن فتحي، يمكن حضرتك كنت ماسك فريق الشباب منذ فتره ليست قصيره، وقلت يمكن في تصريحات ان في لعيبه هيبقى لها خصوص الفتره اللي جايه زي عمرو ورده، هل ممكن فعلا نشوف الكلام ده في الفترة الجاية؟ انا اللعيبة اللي الكابتن محمد يوسف حتى اختارهم في الفترة القادمة بعد بطولة الشباب ما خلصت، واللعيبة دي انضمت لتدريبات الفريق الاول. ولكن طبعا انت عارف مش عايز تخش في عنصر مجازفة دلوقتي او عنصر، فاهم؟ انت النهارده النهارده الناس اللي عندك المقايدين افريقيا واللي هم دخلوا واللي هم بيلعبوا بصفة مستمرة واللي هم موجودين بصفة مستمرة واللي خدوا على الاحتكاك واحتكاك بطولة الدوري العام، لازم يبقوا ليهم الأولوية. يعني برضو خلينا واقعيين، يعني مش عايز النهارده عشان فتحي مبروك كان مدرب الشباب وخد بطولة ومعاه الشباب هقلب فرقة، يبقى أنا النهارده بخسر لعيبة كبار، بخسر لعيبة عندها خبرات، بخسر لعيبة النهارده إمكانياتها كويسة. ولكن طبعا إن أنا عشان أدفع بالشباب دول لازم يبقى في توقيت مظبوط، لازم يبقى إمتى تزقوا، إمتى النهارده يبقى الفرقة فايقة عشان تقدر تزق عنصر او عنصرين. ما حدش يقدر النهارده، يعني انا عندي 6-7 النهارده بيتمرنوا من فريق الشباب، هتيجي النهارده تقول لي هلاعب 7 شباب وانت بتنافس على وانت داخل في منافسه وانت، فكل هذه الامور انا شخصيا يمكن بالتدريج ان شاء الله كده الاولاد دي هتاخد حظوظها وهتبقى برضو عناصر مهمه ان شاء الله. تحت امركم يا جماعه، يلا بالسلامه، شكرا.